ليه حضرتك نازله ليه لوحدك النهارده؟ انا نازله عشان السيسي والجيش والناس اخواتنا اللي ماتوا في سينا. تمام، بس النهارده المفروض ان كل الدعوات للنزول اتلغت علشان خاطر الامن ما رضوش يدي تصريحات. لا بس احنا فرحانين اللي احنا نزلنا بردك، ما منعناش. ايوه الامن لغى التصريحات كلها، فالدعوات كلها اتلغت النهارده، بس احنا نزلنا برضه من غير تصريحات، برضه من غير اي حاجه. طيب وحضرتك مبسوطه انك نازله من غير تصريح؟ مش على فكره انا شاكه فيك. والله ابدا، انا محمد رجب شاكه فيا ازاي يعني؟ مش عارف، اطمني حضرتك. وبعدين هم هيخافوا مننا ليه؟ احنا لا قتلنا ولا عملنا حاجه ولا اذينا حد. تمام. ولا المزارع بتاعتنا فيها اسلحه، ولا معانا ميلوتوف، ولا معانا قنابل، ولا اذينا حد. احنا نازلين عشان نحمي مصر وبلدنا وجيشنا وشرطتنا. ايه اهم طلب حضرتك بتطلبيه النهارده؟ اهم طلب بطلبه انا نفسي اشوف السيسي. تمام، هتطلبي منه ايه بقى لما تشوفيه؟ انا هطلب منه، مش هطلب منه اي حاجه، انا هطلب منه بس يعمل عدل في البلد. تمام، الف شكرا لحضرتك. ربنا يخليك.